تعرفة جديدة فيما يخص الكهرباء والماء الشروب والتطهير السائل ابتداء من فاتح غشت تنفيذا لمقتضيات عقد برنامج 2014-2017 الموقع بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الشروب والخاص بتقويم الوضعية المالية للمكتب، وذلك باعتماد الفوترة الانتقالية للاستهلاكات الشهرية التي تتجاوز 12 متر مكعب للماء الشروب والتطهير و150 كيلوات ساعة للكهرباء. الجميع حس بهذه الزياده هذه مع الظروف الحاليه ديال المواطن المسكين، راه ما كيحسوش به كاع، ومع تعطلنا شويه في الاداء وما زادونا ماجوراسيون ديال 53 درهم، يعني راه الضعف ديال هذا الشيء، راه حسينا به تاثير كبير اثر علينا الصراحه. هذه الزياده هذه جاني غالي بزاف، لانه موالف كنخلص انا 150 125 15000 فرانك 3000 ريال، دابا راه جاتني 600 قل ايه 591 بحال، ماشي تجاري لا والو. عاف رمضان كنت مقصر فيه، انا مهاجر وكنت مقصر فيه، داير فيه شباكيه وبارك ما فيه حتى شي حاجه، وجاتني دابا 600 درهم بزاف. دابا انا شهرين من خاوي المغرب ما كاينش كاع في هذه البلاد، وجاتني 7000 ريال، ما كاينش انا في الدار دونك ما كنستهلكش. هذوك الموظفين اللي كيخرجوا نورمالمون كيتخلصوا بشي قرا ولا عدادات، كيقدروا جالس في قهوه كيتقهوى مع صاحبه كيقدر، وكيدخل في العشيه يعطيها وحنا كنخلصوا. شركة ليداك المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء ترى أن 62% من مستهلك الكهرباء و47% من مستهلك الماء الشروب والتطهير لن تطالهم الزيادة اعتبارا لعدم تجاوز الحد الأدنى للاستهلاك. بالنسبة للمستهلكين الذين يستهلكون أكثر من 150 كيلووات ساعة شهريا وأكثر من 12 متر مكعب شهريا، هاد الزبناء هادو ستطالهم نوع من الزيادة على إثر إدماج نمط تعريفي جديد ينص على الانتقائية. هذا وتطبق نفس نسبة الزيادة المعتمدة على المصانع والإنارة العمومية والسقايات العمومية والحمامات والفنادق، وتلغى الخيارات التعريفية مع أو بدون حد أدنى بالنسبة لإنارة الإدارات والإنارة الخادعة للضريبة المهنية والقوة المحركة، وإزالة الأشطر التدريجية وإحداث شطر وحيد للإدارات فيما يخص الماء الشروب.